والآن خير بداية مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشاب من القادرون باختلاف عمر أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.